غياب إرادة حقيقية من طرف الوزارة لسوية الوضع ولمراجعة. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم رئيس المجلس الجهوي لعضو السيان أنفية الرباط الدكتور يوسف آية الحو. بالنسبة للهيئة الوطنية خاضت ولا زالت تخوض وستخوض إضرابات وأشكال نضالية تصاعدية ابتداء من اليوم، وذلك راجع إلى تملص الوزارة من مسؤوليتها في إيجاد حلول لملفنا المطلبي ولمطالبنا المشروعة الدستورية القانونية الاجتماعية والإنسانية والتي لا تنازل عنها من طرف السادة العدول. اليوم في إطار الأشكال النضالية التي سطرتها الهيئة الوطنية بعد الوقفة التي قام بها المكتب التنفيذي أمام وزارة العدل صباح اليوم، تجاهد الندوة الصحفية لتنوير الرأي العام. الهيئة الوطنية السلام عليكم، سناء أبو حميدي، عدل الموثقة بالدائرة الاستئنافية بأكادير. اليوم كنتواجدوا في ندوة صحفية اللي نظمتها الهيئة الوطنية للعدول، والمناسبة ديال من سلسلة ديال الإضرابات اللي اتخذها المكتب التنفيذي المطالبة، مجموعة ديال المطالب اللي كيطالبوا بها السادة العدول منذ فترة وما وصلوش فيها لنتيجة بالحوار مع الوزارة. إخراج القانون وتغيير القانون 1603 ليكون قانونا ملائما للحاضر للوقت، لأن القانون الذي نعمل فيه قد تجاوز وقد أصبح قانونا مستهلكا. وهذه المذكرة الحفظ يعني بمجيء الرقمنة أصبحت مذكرة الحفظ لا أساس. أن وزارة العدل هناك لوبيات ضاغطة على وزارة العدل لكي لا نحقق مطالبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، خليفة السعدي، رئيس المجلس الجهوي لعضو السيناء في الساط وعضو المكتب التنفيذي. هاد الوقفة اليوم أو هاد الندوة كتجي بعدما أحس أو شعر المكتب التنفيذي هاد الوقفة أو هاد المحطة النضالية كتجي بعدما شعر المكتب التنفيذي بعدم جدية الوزارة في التجاوب مع مطالب السادة العدول المشروعة. مطالبنا كعدول المغرب ترتكز على معطيات ثلاث: أولا خطب جلالة الملك نصر الله، ثانيا المبادئ الدستورية، ثالثا ميتا إصلاح منظومة العدالة. هذا ما نطالبه، نطالب بقانون يرتكز على هذه المرتكزات الثلاث. الوزارة لم تتعامل أو لم تتجاوب بالشكل المطلوب. لا تنسوا تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.